أكد معاون مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور خالد برهان أن مستشفيات المحافظة خالية تماما من حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، وخصوصا مستشفى بلد التي سجلت فيها حالتان مشتبه بها، إلى أن هاتين الحالتين تماثلتان الشفاء وخرجتا من المستشفى. وما أشاع عن حالة الوفاة التي حصلت في المستشفى، فقد بينت الفحوصات أن الوفاة لم تنجم عن الإصابة بهذا المرض، كما أن مدير عام صحة المحافظة أعطى توجيهاته لكوادر الطبية بالاستنفار التام وإعطاء اللقاحات اللازمة للفئات العمرية المستهدفة. في البداية أود أن أطمئن الأخوة المواطنين في محافظة صلاح الدين بأن المرض الآن اللي المشاع المتداول عليه هو يعني حالة عادية ولا يستوجب القلق. فرقنا الصحية، مؤسساتنا الصحية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاحتواء هذا الحالات اللي ظهرت في عدد من مدن المحافظة. فقط عندنا سجلت 4 حالات لحد الآن، منها البارحة حالتين خرجت اليوم متحسنة. السيد المدير العام أوعز بأن يكون الدوام 100% من أجل إكمال كافة الإجراءات، وصول كميات كبيرة من اللقاحات. كافة المواطنين مدعوين، خصوصا الفئات المستهدفة. احنا لا يمكن أن نلقح جميع مواطني المحافظة، فقط هناك فئات مستهدفة اللي هم دون ال6 سنوات والكبار السن والأمراض المزمنة، اللي مصابين بأمراض مزمنة فقط هم هذه الفئات المستهدفة. الوضع جدا مطمئن، تحت السيطرة، لا توجد لدينا أي نقص، أي مشكلة فنية أو طبية ما موجود. فلهذا اليوم تشوف المستشفى موجودين بها كل الكادر، كل يعني ما عندنا أي مشكلة، الحمد لله والشكر.